السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأصدقائي. النهاردة هيكون معانا تطبيق للتحميل، تطبيق خاص بالتحميلات، وهيساعدك كتير وهيسرع لك موضوع التحميل، وبه خصائص عديدة. ومن أهم الخصائص استئناف التحميل بعد الفشل أو بعد إيقاف مؤقت، ممكن تعمل استئناف للتحميل، يعني في حالة انك انت بتحمل ورصيدك خلص او الشبكة او النت خلص منك لأي سبب كان، ممكن ان انت تشغل تاني النت وتعمل استئناف للتحميل. هنخش في الشرح على طول، التطبيق هتحمله من سوق بلاي، هسيب لكم الرابط تحت الفيديو، هتديله صلاحيات، وهنخش على الاعدادات من هنا عشان نشوف الاعدادات. التحميلات هيبقى اخر حاجة 5، لكن احنا هنخليها 1، هي 1 عشان بس تبقى قوة التحميل سريعة. عدد الاجزاء لكل تحميل 5، خليها زي ما هي. السرعة هنخليها للاخر، يعني شوف هنا يعني اخر حاجة خليها للسرعة. التحميل الذكي هنشغله، الاستئناف تلقائي هنخليه برضو نشغله، تحميل تتبعي، توزيع الترنت، هنشغل الصوت ونلغي الاهتزاز. تمام كده بالنسبة للإعدادات. كمان في جزئية مهمة جدا، هنخرج من التطبيق هنضغط عليه كده باستمرار، وهنخش معلومات للتطبيق ذات نفسه، وهنخش على حماية خاصة باستهلاك الطاقة. هنتأكد سماح بتشغيل في الخلفية، يعني احيانا هو بيعمل لك هنا حظر، واحيانا بيقول لك الحد من تشغيل الخلفية، لكن احنا بنتأكد من الجزئية دي، احنا عملناها من الاعدادات تمام، لكن احنا بنتأكد من الموضوع ده عشان لو في الخلفية هيشتغل وهيبقى التحميل شغال بكل يعني سلاسية وبكل قدرة لي. تمام هنجيب رابط من متصفح، هندخل نجيب اي رابط خاص يكون في الموقع في تحميل اللي احنا هنحمل منه، هنختار رابط لموقع من دلايفر، هنضغط عليه ضغطة مطولة كده عشان نقول له نسخ، نحدد كل الرابط كده زي ما هو وننسخه، ونروح للتطبيق. ممكن نخش من خلال المتصفح، وممكن نخش من هنا من علامة الزايد هنا كده، ونضغط على المربع ده، هيقول لي هو ده الرابط، هيقول له اه، هيقرا، هقول له تصفح، هيتصفح هو بنفسه وهيستخلص الرابط المباشر الخاص بالتحميل، وهيبدأ التحميل معايا زي ما هنشوف دلوقتي مع بعضينا. البرنامج جميل جدا، برنامج سريع في التحميل. فتح لي الخانة دي، هقول له تنزيل لانه هو دلوقتي حاليا في المتصفح الخاص بيه، لانه هو ليه هو متصفح خاص بيه هو كده. ادوس على تنزيل الملف، خلاص كده هو بدأ التحميل، هو نفس المجلد موجود، انا حاسف المجلد القديم، وهو اللي يبدأ لانه هو نفس المجلد كان موجود كده. بدأ في التحميل زي ما انتم شايفين، وادي السرعة بتاعته سريع جدا، وهنا خاص بانتظار وقائمة التحميلات، وهنا المكتملة يعني بعد ما يخلص تحميل وهينزل الملف هينزل هنا كده. طيب انا هوقف دلوقتي التحميل، وهنروح المجلد اللي هو خاص بيه لانه هو فتح لنفسه مجلد
اروح لاداره الملفات الاقي المجلد بهذا الاسم زي ما انتم شايفين اي دي ام اللي هو نفس اسم التطبيق. عشان انا ما اطولش عليكم الفيديو ويبقى الفيديو وقته طويل، هنقول حاجة بس صغيرة. يعني انت ممكن تخش هنا كده، هنا زي متصفح عادي، يعني هنا متصفح عادي هتخش وتبحث على الشيء اللي انت عايزه، او تضغط او تحط الرابط اللي انت حابب تحط تتصفح فيه، و هتدوس تحميل وتحمل. هيلقط الخاص بالتحميلات، هيبقى هنا خاص بالتحميلات، وهنا التصفحات اللي انت تصفحتها في الذاكرة. انت هتضغط هنا كده تحدد عليهم، بعد ما تخلص طبعا، بعد ما تخلص تضغط عليهم وتحذفهم. خلي هنا نضيف على طول عشان خاطر ما يقولكش ان الاسم موجود زي ما انت شايف كده. هنا لو حبيت تلغي تحدد عليه كده برضو وهتحذف، يبقى كده مفيش حاجة موجودة. هتتصفح هنا الرابط، لو ضغطت هنا كده هيتصفح وهيتخش معاك وهينزل الملفات يعني بسرعة البرق. وبكده يبقى شرحنا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.